قمة مصرية مجرية بالقاهرة غدا بين السيسي وأوربان تبحث دعم العلاقات الاقتصادية. القوات المسلحة تبدأ ترميم المنازل المتضررة من أحداث قرية الكرم بالمينيا. ونتابع في هذه النشرة أيضا: قادة الخليج يتفقون على إنشاء هيئة مشتركة لتفعيل التعاون الاقتصادي. الخامسة بتوقيت القاهرة ونشرة إخبارية مفصلة من النهار اليوم، أحييكم. يبدأ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام، وذلك على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المجريين. وأفاد مراسلنا بقيام مسؤول مطار القاهرة الدولي بفتح أبواب الصالة الرئاسية استعدادا للوصول. هذا ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء المجري غدا في مباحثات تناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعلنت سفارة المجر بالقاهرة أن زيارة أوربان تأتي استكمالا للمباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي في بودابست يونيو الماضي. ومن المقرر أن يحضر أوربان افتتاح منتدى الأعمال المصري المجري. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. جاء ذلك خلال استقباله سوما شاكراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار إلى أن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغ حتى الآن 1,700,000,000 يورو في 34 مشروعا. وأضاف أن البنك يعتزم استثمار ما يزيد على 700,000,000 يورو في مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، مشيدا في هذا الصدد برؤية مصر 2030 وما تضمنته من أولويات وطنية يمكن للبنك المساهمة في تحقيقها. شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل توقيع اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 100,000,000 دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء. وعقب التوقيع أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن مشروع محطات تحلية المياه يستهدف في الأساس تحسين مستوى المعيشة للسكان في محافظة جنوب سيناء من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحلية المياه من البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة. وغير بعيد أيضا، أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة أن وفدا من الصندوق السعودي للتنمية عقد اليوم عدة اجتماعات بالقاهرة مع مسؤولين لمتابعة وتفعيل بعض الاتفاقيات التي وقعها خادم الحرمين خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث اجتمع الوفد بوزيرة التعاون الدولي لبحث الآليات التنفيذية لبرنامج تنمية سيناء بتكلفة قيمتها 1,500,000,000 دولار. كما اجتمع الوفد بالمسؤولين بمستشفى قصر العيني لمراجعة الخطوات التنفيذية لعملية ترميم وتأهيل المستشفى التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية بقرض ميسر قيمته 120,000,000 دولار. تفقد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر تنفيذ مشروع الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس في محافظة الإسماعيلية. وأعلن الوزير اكتمال الأعمال الإنشائية في مدخل النفق والطرق الأسفلتية ومنصات ماكينات الحفر، على أن يبدأ الحفر أسفل القناة في الأيام الأولى من شهر رمضان.
قال المتحدث العسكري إن قوات من الجيش قتلت 16 عنصرا إرهابيا خطرا في ضربات جوية ومدفعية، إضافة إلى تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة خلال أعمال تمشيط ومداهمة للأماكن وأوكار في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. نتابع. واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية والبحرية أعمال التمشيط والمداهمة لأماكن الأوكار الإرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد. وقد أسفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فردا من العناصر الإرهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية، كذا تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاور التحرك كانت معدة لاستهداف القوات، بالإضافة إلى تدمير وحرق 19 منزلا و16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية كقاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية، كذا تدمير عربتين لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة وأربع دراجات نارية خاصة بتلك العناصر. كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر الإجرامية في الاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والتي نتج عنها انفجارات ضخمة، واكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عددا من الأجولة التي تحتوي على كميات من الاحتياجات الإدارية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. هذا وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والارتكازات الأمنية في إطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد. بدأت لجنة تابعة للقوات المسلحة اليوم الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وترميم المنازل التي تضررت واحترقت في أحداث قرية الكرم الأخيرة بمحافظة المنيا. وكانت اللجنة بدأت أعمال معاينة المنازل المتضررة وحصرها الخميس والسبت الماضيين، وتتضمن إعادة تأهيل أعمال المحارة والدهانات بأربعة منازل، إلى جانب القيام بأعمال تأسيس للكهرباء والسباكة، وينتهي العمل منها خلال أسبوعين. أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التشكيك في انتماء مصر الإفريقي ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، ووجه وزير الخارجية سامح شكري بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة ما حدث في اجتماع نيروبي الخاص بالبيئة، حيث اتهمت مسؤولة إفريقيا رئيس الوفد المصري بالتلفظ بعبارات مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع. وإلى أخبارنا الدولية، حيث اتفق قادة رؤساء وفود الدول الخليجية المشاركون في أعمال القمة التشاورية 16 على إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن اتفاق خليجي لعقد اجتماعات دورية بين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية. الجلالة والسمو، على قرارات الاجتماع 15 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، واطلعوا على توصية المجلس الوزاري بهذا الشأن، ووجهوا إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية لما تبقى من قرارات العمل المشترك. وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن بالغ الاعتزاز والتقدير لهذه القرارات الحكيمة التي تفضل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله باتخاذها في هذا اللقاء التشاوري المبارك. من جهته قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن بلاده تدعم الحل السلمي في اليمن والمفاوضات في الكويت، مشددا في الوقت نفسه على أن الرياض ستفعل ما في وسعها لحماية أراضيها ومواطنيها. احنا فيها عدة مسارات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق ب الانسحابات، بما يتعلق بتسليم السلاح، بما يتعلق بإعادة مؤسسات الدولة وغيرها، والذي أيضا تم كان فيها حولها تفاهم من قبل الطرفين.
هناك الآن المفاوضات قائمة بين الأطراف، ونحن نأمل أن نستطيع أن يحققوا مزيد من التقدم. المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع على منطقة الحدود للاستطاعة من إدخال الأدوية والأشياء الأخرى إلى اليمن وتوزيعها في اليمن. فهذه الأمور والجهود قائمة. من وقت لآخر يصير فيه خروقات لوقف إطلاق النار أو للهدنة، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمام، وعلينا أن نركز على الوصول إلى حل سياسي. إلى العراق، حيث أعلنت القوات العراقية أنها سيطرت على حي الشهداء شمال شرقي مدينة الفلوجة ضمن عملية استعادة المدينة من تنظيم داعش. هذا فيما أفادت الأمم المتحدة بأن داعش يتخذ مدنيين دروعا بشرية، مضيفة أن 3700 شخص فروا من الفلوجة منذ بدء العملية العسكرية. نتابع. تقترب القوات العراقية المشتركة كثيرا من استعادة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش التي سقطت قبل نحو عامين. فالقتال أصبح في عمق المدينة بعدما اقتحمت القوات الجهتين الشرقية والجنوبية. عضو مجلس محافظة الأنبار أوضح أن القوات استعادت عددا من المناطق الرئيسية جنوبي الفلوجة، على رأسها منطقة النعيمية، وهي الآن على مشارف حي الشهداء المعقل الرئيسي لداعش. لكن داعش سرعان ما حاول عرقلة تقدم القوات وغمر الأراضي الزراعية بالمياه. تقدم متسارع في قلب الفلوجة بعدما استعادت القوات العراقية المشتركة نحو 28 منطقة في المدينة، وذلك من سيطرة داعش على مرحلتين، بدأت بمناطق الكرمة والحراريات ومعامل الإسمنت وعدد من القرى على أطراف المدينة، فيما تمثلت المرحلة الثانية بانتزاع السجر والسقلوية شمالي الفلوجة. معارك عنيفة مع التنظيم تشبه حرب الشوارع، تكبد فيها داعش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، على الرغم من محاولاته الاعتماد على استراتيجية الانتحاريين والسيارات المفخخة. كسرنا كل مواضع العدو الدفاعية، حطمنا قيادة وسيطرة للعدو في كل مكان، سيطرنا على جميع المضافات للعدو وكذلك المحاكم اللاشرعية. كل العسكر والحشد الشعبي في معنويات عالية ويتسابقون على تنفيذ الواجب. على الرغم من الانتصارات التي تحققها القوات العراقية، فهناك انتقادات موجهة لتلك العمليات العسكرية، خشية أن تمارس ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران عمليات انتقام طائفية بتفجير المنازل وتهجير السكان. بشكل واضح حصل التفاهم قبل عملية تحرير الفلوجة أن الفصائل المسلحة من غير القوات الأمنية والعسكرية، سواء تمثلت بالحشد الشعبي أو حتى العشائري، يمكن أن يكون لها الدور فقط ضمن نطاق خارج الفلوجة. القوات العراقية من جهتها أكدت أن أولويتها هي فتح ممرات آمنة لتسهيل إخراج المدنيين من المدينة والحفاظ على الأرواح. معارك سحبت الأنظار عن التطورات السياسية في العراق، لكن في الحقيقة استعادة الفلوجة ستساعد في تأمين غربي بغداد من الثغرات الأمنية. هي المرة الثانية التي تحاول فيها القوة العراقية استعادة الفلوجة بعدما أرجعت فشلها من قبل لضعف المعلومات الاستخباراتية، لكن هذه المرة الوضع مبشر كثيرا. شيرين مجدي، النهار اليوم. أعلنت وزارة الخارجية التركية مقتل ما لا يقل عن 60 مدنيا في غارات روسية على مدينة إدلب السورية، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية شنها غارات على إدلب. هذا فيما قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران ستستمر في إرسال قوات إلى سوريا والعراق بدعوى مكافحة الإرهاب. قررت غرفة صناعة الإعلام إحالة واقعة الاشتباك بالأيدي بين أحمد شوبير وأحمد الطيب خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني إلى لجنة تحقيق فنية قانونية. كما قررت الغرفة أيضا إيقاف مقدم البرنامج وائل الإبراشي وضيفيه شوبير والطيب عن الظهور الإعلامي على جميع قنوات أعضاء الغرفة.
في السادة الإعلامي وائل الإبراشي وضيفيه الإعلاميين أحمد الطيب وأحمد شوبير عن الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية أعضاء الغرفة لمدة 7 أيام أو لحين تقديم لجنة التحقيق لتقريرها وتوصياتها أيهما أسبق. ثالثا، تناشد الغرفة السادة الإعلاميين وملاك القنوات الفضائية والمسؤولين عنها الالتزام بمدونة السلوك المهني التي اعتمدتها الغرفة بما يحفظ مهنية الأداء الإعلامي ويحقق ويؤكد حق المشاهد في تلقي رسالة إعلامية إيجابية ومحترمة. رابعا، يتم إرسال هذه القرارات إلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة لبثه وإذاعته على شاشاتها. شكرا. احتفلت الهيئة العامة للاستعلامات ووكالة أنباء الصين شنخوا بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون بينهما في مجال نقل الأخبار المكتوبة والمصورة والصوتية والفيديو، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الترجمة والطباعة والمنشورات، بهدف نشر المعلومات عن بعضها البعض حول العالم بشكل عادل وموضوعي. أهمية وكالة شنخوا بيشهد صفحتها من 100 ل 120 مليون إنسان يوميا. فإذا إحنا لما ننقل أخبار مصر بلغات عدة، بالإنجليزية والفرنسية والعربية، وعندنا صفحة صيني، يعني بنكلم المواطن الصيني بأخبار مصر، ده له مردود إيجابي كبير جدا. لا ننسى أن الصين حاليا هي ترأس مجموعة الـ20، وقمة الـ20 الاقتصاديات الكبرى في العالم ستقام في بكين خلال هذا العام. تخيلوا أن العالم كله يتابع ما يصدر عن الصين ويتابع ما تقوله الصين، ليس فقط لكونها الصين ولكنها لكونها رئيسة مجموعة الـ20. تخيلوا لمن يفتح الصفحة الرسمية عندما يجد أيقونة يستطيع من خلالها الاطلاع عن أخبار مصر. تخيلوا مثل هذه الفائدة الإيجابية على بلدنا. لا يزال التدخين يؤرق المنظمات الصحية العالمية بعدما أفادت الإحصاءات بتسببه في مقتل نحو 6 ملايين شخص وأكثر كل عام على مستوى العالم، رقم يجعلنا نقف ونتساءل متى يهزم رفقاء الدخان السيجارة قبل أن تهزمهما. التقرير التالي يرصد التفاصيل. لن نقول انتهت حياته، بل سنعطيه ونعطيك الفرصة لتراجع نفسك وتختار الطريق، إما نجاة وصحة أو مرض وموت. والآن ونحن نحتفل باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، نذكرك بأخطاره ولا خطر بعد الموت. تدفع الأموال من جيبك، تشتري السيجارة وتشعلها ويشتعل معها جسدك، فيزداد خطر إصابتك بسرطان الرئة، وسموم التبغ تدخل الجسد فتصيبه في قلبه. أمراض الأوعية الدموية والجهاز التنفسي من التهاب رئوي وغيره تزداد كلما تشعل سيجارة تلو الأخرى. وبالطبع وفاتك المبكرة ليس باحتمال بعيد، جسدك يعاني وجيبك أيضا، فتستنفد مالك وكأنك تشتري سمك بيدك. توقف اليوم، تحافظ على صحتك غدا، فكل سيجارة تأكل من رصيد صحتك. هكذا حذرت وزارة الصحة مواطنيها من التدخين، وبالأرقام الدليل، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ أن كل عام يتوفى حوالي 6 ملايين شخص حول العالم جراء تعاطي التبغ أو التعرض للتدخين السلبي. أما في مصر فأظهرت النتائج أن قرابة 20% من إجمالي سكانها يدخنون، حيث يدخن 60% منهم 15 إلى 40 سيجارة يومياً. وعن نسب التدخين السلبي بلغت 53% من الأسر المصرية. أما عن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الدخان فيبلغ أكثر من 1000 جنيه سنوياً، بواقع 3 جنيهات يوميا. خطر إن لم ينتبه له جيدا فسيدمرنا.
انتباه قد يأتي من خلال تطبيق إجراءات صارمة وقوانين كحظر التدخين في الأماكن العامة وفرض ضرائب على منتجاته ووضع قيود على الإعلانات المخصصة له. صور تحذيرية وضعت على علب التبغ، لكن وكأنك تؤذن في ملطة، فالوهم أكبر. وهم التدخين في نفوس أصحابه ودوره في الاسترخاء والمتعة أكبر بكثير. صحب دخان أطبقت على صدرك وصدورنا، فلماذا تصر؟ لماذا تقف مكتوف الأيدي تنتظر أن تقرر مصيرك؟ سيجارة. آية عبد العزيز، انهار اليوم. الهباب الأسود مرض يصيب أشجار المانجو الإسماعيلاوي فيضعف المحصول الذي ينتظره المزارعون والمواطنون أيضا من العام للعام، ويقلل الإزهار والإثمار والإنتاجية. المزيد عن تلك الأزمة في سياق التقرير التالي. الهباب الأسود، بلى هذا هو اسمه، داء زراعي أفسد على المواطنين متعتهم بمحصول المانجو الإسماعيلاوي الذي اشتهر ثماره عالميا بمذاقها الحلو. المانجا الإسماعيلاوي من أنظف أنواع المانجا لتصدير، لأكل، لزينة البلد اللي هي الإسماعيلية. بنستعمل فيها، بس السنة دي محصولها ضعيف جدا. سواد يغطي أوراق الشجر قبيل طرح ثمار المحصول. بعض مناطق المحافظة انخفض فيها الحصاد حسب المزارعين بنحو 80% مقارنة بالعام الماضي. السواد اللي ايجا ده عمرنا ما شفناه، عليهم ابهاتنا كان برشوا ايه؟ زيت الفولك بالجردل والجمعية وترشوا تمام 100%. الهباب الأسود مرض يصيب الأشجار، سببه حشرة المن التي تفرز سائلا لزجا يسد مسام الأوراق ويمنع التمثيل الضوئي، فيقلل الإزهار والإثمار والإنتاجية حتى وصلت إلى الصفر في بعض الأنواع مثل الزبدة. البعض يعزو انتشار الداء إلى عدم توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين، ما جعل المرض يلتهم عشرات الحدائق بقرى أبو دهشان والسبع أبار والسماكين. المانجا في الإسماعيلية بسبب الإهمال، بسبب ما فيش حد من المسؤولين بيسأل فينا، بتتدمر، وقلنا واشتكينا محدش بيسأل. مديرية الزراعة من جانبها أقرت بانتشار المرض بين الأشجار، ولكنها أكدت أنها عقدت ندوات إرشادية للمزارعين، إلا أن الفلاحين لم ينفذوا تلك الإرشادات. احنا عملنا ندوات إرشادية كتيرة ووعينا المزارعين واديناهم التوصيات الفنية للرش. هذا هو الرش بسيط وبيجيب نتيجة سريعة. احنا المواطن بس، المزارع يجي لنا واحنا هنطلع معاه المهندس ويرش معاه المبيد ويديله التوصيات الفنية. الإسماعيلية تعرف أيضا بمدينة المانجو، الروح والحياة لسكانها الذين يزرعون مساحات تقدر بنحو 88,000 فدان من أجود أنواع الأراضي الرملية وبإنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. معظم الوجه بحري كلها أراضي طينية، فالمانجا بتبقى مش ماشية زي إسماعيلية. إسماعيلية المانجا بتحب المانجا الرملية، ومعظم أراضي إسماعيلية مانجا رملية، فعشان كده طبعا تبقى جودة الأرض بتبقى كويسة، تبقى جودة الحبات ثمرة المانجا بتبقى ممتازة. ومانجا الإسماعيلية طبعا معروفة من زمن بعيد من الأربعينات والتلاتينات، هي أحسن مانجا في على مستوى الجمهورية. يعني بتيجي مانجا من الصعيد ما بتبقاش على نفس كفاءة مانجا الإسماعيلية. بس طبعا المرض اللي ظهر جديد طبعا لو فضل على هذا الحال لمدة سنتين ثلاثة هنفتقد مانجا الإسماعيلية خالص. داء أسود يزحف على خضار أشجار المانجو الإسماعيلوي ويغطي بالحزن اللون البرتقالي الذي اشتهرت به المحافظة. تحتفل الإذاعة المصرية اليوم بعيدها 82 الذي انطلقت فيه عبارة هنا القاهرة لأول مرة عبر الأثير عام 1934، معلنة عن ميلاد الإذاعة المصرية. ومن المقرر أن يتم تطويع جميع برامج الإذاعات للاحتفال بهذه المناسبة وإلقاء الضوء على دور الإذاعة المصرية وأهم ما قدمته على مدار التاريخ. وبتلك المناسبة قدم إعلامي إذاعة وتلفزيون جنوب الصعيد في أسوان التهاني لزملائهم في الحقل الإعلامي، وذلك لمرور 23 عاما على بدء تشغيل إذاعة جنوب الصعيد التي انطلقت في مايو عام 1993. وتمنى الإعلاميون أن يكون الإعلامان المصري والعربي على قدر من المسؤولية والمصداقية من البناء. إلى جميع الزملاء الإعلاميين في كل أنحاء مصر العربية بمناسبة عيد الإذاعة المصرية وعيد الإعلاميين،
وتهنئة خاصة إلى جميع زملائي بإذاعة جنوب الصعيد بمناسبة مرور 23 سنة على افتتاح إذاعة جنوب الصعيد التي افتتحت في مثل هذا اليوم 31 من شهر مايو عام 1993. أنا بتمنى الإعلام المصري والإعلام العربي بإذن الله أن هو يبقى أكثر مصداقية، يوصل الحدث بكلتا من الطرفين أو وجهة نظر الطرفين، يكون بناء مش هدام. يعني احنا دايما بنقول أن الإعلام هو اللي ممكن يبني وطن أو يهده، فاحنا بنتمنى أن الإعلام العربي والمصري والإقليمي أن هو يبقى إعلام بناء. إلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة. وفي الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه الجولة. قمة مصرية مجرية بالقاهرة غدا بين السيسي وأوربان تبحث دعم العلاقات الاقتصادية. القوات المسلحة تبدأ ترميم المنازل المتضررة من أحداث قرية الكرم بالفنكي. وقادة الخليج يتفقون على إنشاء هيئة مشتركة لتفعيل التعاون الاقتصادي. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا www.alnahar.tv، كما أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. ختاما أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.